السلام عليكم أعزائي التلاميذ، في هذا الدرس سنتعلم رسم البجعة باستخدام الرقم 2 في اللغة الإنجليزية نمبر 2. أولا نقوم بكتابة الرقم بهذا الشكل، بعدها نرسم الرأس والعنق نقوم برسم العين والمنقار والآن سنرسم الجناح. بهذا الشكل سنقوم بمسح هذا الجزء بعدها سنرسم الماء نرسم اليابسة بعض الحشائش وبعدها نقوم بالتلوين.
والآن نقوم بتلوين الحشيش باللون الأخضر. بعدها سنقوم بتلوين السماء. وبهذا نكون أكملنا الرسمة. انتظر رسمكم الجميل وشكرا لكم.